بالنسبة للمواقف السياسية والدبلوماسية، أكاد أن أقول أن فيه تطابق تام أو في بعض الأحيان تقارب كبير في الرؤى. تقاسم بمشاكل تاع تونس، ومستعدين الاثنين أننا نساعد تونس أنها تخرج من المأزق اللي دخلت فيه وترجع الطريق الديمقراطي. وبالنسبة للشقيقة ليبيا نفس الشيء، الدولتين التي ليس لها أي مصلحة، بالعكس ما لها إلا مصاريف في استقرار ليبيا، هي إيطاليا والجزائر، وحنا مستعدين للمساعدة على أكثر استقرار في الشقيقة ليبيا حتى نصل إلى الطريق الوحيد في نظرنا، رغم التجارب، كل التجارب التي قامت بها الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأصدقاء ليبيا، باقي إلا حل واحد هو الانتخابات التشريعية اللي تعطي الكلمة للشعب الليبي وتبنى ليبيا من جديد على أسس ديمقراطية.